مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه. وفيها من موقع بوست: ميليشيا الحوثي في الجوف تقتل طفلا هرب مع اسرته من عمران. صحيفة القدس العربي تتحدث عن جولة إقليمية جديدة للمبعوث الأممي بشأن الأزمة اليمنية. صحيفة الاتحاد واشنطن تحذر من مخاطر الألغام الحوثية في باب المندب. وفي أكثر أخبار الصحف العربية قراءة: مريض يعزف الجيتار أثناء عملية جراحية في الدماغ. أهلا بكم. تواصل الميليشيا الحوثية ملاحقتها للنازحين الذين خرجوا من منازلهم وهربوا إلى أماكن مختلفة. ففي الجوف، وفقا لمصدر محلي تحدث لموقع الموقع بوست، فإن الطفل طه سلطان ذا العامين توفي جراء القصف المتواصل للميليشيا على حي سكني يقطنه نازحون من عدة محافظات. وينتمي الطفل وفقا للمصدر إلى محافظة عمران، ونزحت أسرته إلى الجوف هربا من جحيم الحرب التي فجرتها الميليشيا هناك، ولحق بأبيه الذي قتل هو الآخر الخميس الماضي بهجمات شنتها الميليشيا على منطقة الجوف. يتابع الموقع: ويعتبر الطفل طه سفيان هو الثالث الذي يلقى حتفه جراء صواريخ الميليشيا التي تقصف الأحياء السكنية البعيدة عن المواقع العسكرية وجبهات القتال. مجبر أخوك لا بطل. بهذا المثل العربي الشهير لخص الفنان التشكيلي اليمني عدنان جمن قصة احترافه الطبخ لإعالة أسرته في ظل تصاعد وتيرة الصراع الدامي الذي دفع بملايين السكان في اليمن إلى دائرة الفقر المدقع. ووفقا لموقع عدن تايم الذي نقل المادة من ارفع صوتك، فقد أعلن جمن مطلع فبراير 2017 ضمن دائرة أصدقائه في وسائل التواصل الاجتماعي عن تأسيس مشروع عمل جديد أطلق عليه اسم أكل بيتنا بعد معاناة مع البطالة لمدة عامين. يقول الفنان التشكيلي الذي يقيم في العاصمة صنعاء: نطبخ الطعام في منزلنا ونقوم بإيصاله إلى منازل عملائنا. نفدت مدخراتنا عندما طال أمد الحرب الحالية وخذل الكثير في محنتي، ولم يكن أمامي إلا أن أبدأ أنا وزوجتي قصة أخرى من قصص كفاحنا الكثيرة التي لطالما خضناها قبل ذلك. وحول مهنته كفنان تشكيلي، أكد عدنان جمن الذي يمتلك قدرة فائقة في رسم الوجوه والمناظر العامة تضاهي الصورة الفوتوغرافية، أنه ما يزال يمارس الرسم كلما سنح له الوقت بذلك. ما أنتم بالضبط؟ يتساءل خالد الرويشان موجها حديثه إلى الإنقلابيين الذين يخوضون حربا مفتوحة ضد أبناء مديرية عتمة. وقال الرويشان: تفجرون بيوت المواطنين وتزعمون أنكم دولة، هذا منزل الحاج عبد علي معوضة، أي رعب تنشرونه وأي حقد تزرعونه؟ لا توجد دولة في العالم تفعل ذلك تجاه مواطنيها حتى لو كانوا متمردين، وحدها إسرائيل تفعل ذلك، لكن إسرائيل دولة محتلة ويهودية وتفجر بيوت العرب والفلسطينيين. أما أنتم لماذا تفعلون ذلك؟ ما أنتم بالضبط؟ أقول: من أنتم؟ هل بشر أم حجر أم ماذا؟ عندي مقترح: اتركوا عتمة لأهلها وسيجدون حلاً، وبمشاركة من مشائخ وعقال المناطق المجاورة. ترعبون القرى والأطفال والنساء وحتى الجبال. هؤلاء يمنيون، لماذا لا تغادرون عتمة كخطوة أولى للتهدئة، ثم يجتمع مشائخ وعقال عتمة للاتفاق وبحضور مشائخ مغرب عنس، وذلك للتسوية وفقا للأعراف والقانون وفي كل ما حدث. هل ستفعلونها أم تتركون الحريق يستشري إلى وصاب ومغرب عنس وريمة؟ سيلتهمكم الحريق الذي يكبر كل لحظة، ستأكلكم النار. دعوا الفرصة لأهل عتمة كي ينهوا مشاكلهم وارحلوا. ينقل المصدر أونلاين عن مصدر محلي في محافظة ذمار قوله: إن المقاتلات التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية أفشلت لقاء لقيادات الحوثيين وقوات صالح في مديرية عتمة. وأفاد المصدر لمركز ذمار الإعلامي أن الغارات استهدفت مناطق في سوق الثلوث والسلف في الوقت الذي كان هناك اجتماع لقيادات الحوثيين
مع زعماء القبائل، أسموه اجتماع لإعلان العفو العام. وأضاف أن المحافظ المعين من قبل الحوثيين ومشرف الحوثيين بذمار أبو عادل الطاووس وقيادات أخرى حضروا الاجتماع، وأنهم لاذوا بالفرار تحت الأشجار والمنازل وقت الغارات الجوية التي كانت في مواقع بعيدة. من عتمة أيضا يعنون موقع الصحوانت في صفحته الرئيسية: ميليشيا الحوثي والمخلوع تواصل نهب ممتلكات المواطنين في عتمة لليوم الثاني على التوالي، حيث كشفت مصادر حقوقية في محافظة ذمار أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تواصل أعمال النهب والسلب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين في مديرية عتمة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد انسحاب المقاومة وسيطرة الميليشيا. وقالت المصادر إن قياديا حوثيا قام بنهب 4 سيارات واقتحم عددا من المتاجر والمنازل التابعة للمواطنين في المديرية، واستولى على كامل محتوياتها في إطار حملة نهب واسعة ومنظمة تمارسها الميليشيات في مديرية عتمة. بين الأسفار والأركيولوجيا، الخروج الشرق أوسطي، الحديث بلا أرض موعودة. تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الله مقاله المنشور في القدس العربي، وقال في أجزاء منه: إذا كان هناك خروج حقيقي في التاريخ فهو خروج الشعوب العربية من أوطانها. فتهجير الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض والاضطهاد العرقي وحروب الإبادة المستمرة ماثل للعيان، لم يأتي من أسفار موسى أو من شفرة هيروغليفية، كما أنه لا يحتاج إلى استثمار هوليودي لتصوير حفريات تنبش رسماً على حجر ليقرأه من تخمرت لديهم في اللاوعي فكرة الخروج التوراتي، ويبحثون فقط عما يحدث أي اختراق للقناعة السائدة بأن المحتوى الأرضي خال تماماً من أي شواهد للحكاية. هذا ليس كل شيء، فبعد عقود من الخروج الفلسطيني وبصورة تراجيدية تنزح قسراً قطاعات واسعة من الشعوب العربية جراء الحروب الظالمة والتدخلات الأجنبية، بدءاً بتدمير الدولة العراقية وانتهاءً بالتدخلات العنيفة والمجازر الوحشية المرتكبة في سوريا وغيرها من بلدان العرب، وتحويل المنطقة إلى بقع حمراء متوترة منفرة لشعوبها. الخروج الشرق أوسطي الحديث ما يزال نازفاً. أحرقت الحروب بنيرانها مئات الآلاف من الضحايا، وابتلعت البحور المظلمة آلاف النازحين من ديارهم للبحث عن مصير آمن، وبلاد الله الواسعة أغلقت كثير منها الأبواب أمامهم وأقامت الأسوار حولهم، لم تعدهم السماء بأرض بديلة ولا ببلدات يدمرونها ويقيمون بها على أنقاض بيوتها وعلى أشلاء أهلها، مثل ما حصل في الأسفار المقدسة التي أرهقت الغرب بعد آلاف السنين بوسائله وبتقنياته المتطورة لإثبات صحتها بالقوة الناعمة والقوة العنيفة. وبعد عقود من احتلال فلسطين وما تلاه من كوارث على بلاد العرب حتى الآن، ما يزال الغرب يحاول أن يحيك منطقة الشرق الأوسط بدولها وبتاريخها وبمحتواها البشري الهائل وبمواردها على مقاس دولة بني إسرائيل. يتحدث موقع التغيير نت عن مدينة الخوخة الساحلية، ويقول إنه قبل أن تنفذ ميليشيا الحوثي وصالح انقلابها على الشرعية في اليمن وانتقالها إلى معظم محافظات البلاد، كانت مدينة الخوخة الساحلية على البحر الأحمر التابعة لمحافظة الحديدة أيقونة الساحل وعروسه الجميلة. يضيف الموقع: كيف لا وهي تتميز بشواطئها التهامية الخلابة المطرزة بالنخيل ومصايفها التقليدية المبنية من عصف النخل التي تمتد على طول الساحل ويقصدها اليمنيون وغير اليمنيين. يتابع الموقع: إن الميليشيا حولت ميناء الخوخة إلى قاعدة عسكرية، وحولت مصايف المدينة الجميلة والبسيطة إلى ثكنات، ومعها جعلت مختلف مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات التعليمية مخازن أسلحة. ميدانياً، كشف العقيد عبد حمود الصغير رئيس عمليات اللواء 17 مشاة لسبتمبر نت عن سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مثلث حمير مقبنة الكدحة الوازعية بعد دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية منها. وقال الصغير لسبتمبر نت: الجيش الوطني بعد سيطرته على تبة الخزان الاستراتيجية وبقية التباب المحيطة به سيطر على مثلث حمير الوازعية. يتابع الموقع:
يعد هذا المثلث هاما لكونه يربط مديرية مقبنة بالوازعية، حيث ما تزال الاشتباكات مستمرة، فيما الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قاما بتأمين المثلث والزحف لتحرير ما تبقى من المناطق المحيطة به. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نتتبع القضايا والهموم، نختار منها ما يهمكم ونطرحها على المسؤولين والمختصين. نشرك الشارع في اقتراح الحلول لنضعها بين قوسين. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد عنونت: الموت جوعا، واقع يمني يتفاقم بأزمة الرواتب. وقالت في التفاصيل: محمد قحيمي مدرس حكومي في مديرية الحواك بمحافظة الحديدة مات جوعا يوم الأربعاء الماضي نتيجة انعدام الغذاء في بيته بعد 5 أشهر بلا راتب، ظل فيها يصارع الجوع مع أسرته لكنه سقط أخيرا. تتابع العربي: قحيمي الذي لم يكن يمتلك أي دخل سوى راتبه سبقه آخرون إلى نفس المصير، فقبله مات المدرس محمد إبراهيم في مديرية الحوك أيضا من الجوع، تاركا 5 أطفال وزوجة ووظيفة حكومية ظل يخدم فيها بلا راتب، حيث بدأت بوادر المجاعة تظهر في إقليم تهامة بسبب عدم قدرة السكان على توفير المأكل والمشرب لأطفالهم الذين يعانون سوء تغذية. ودفع هذا الوضع الحكومة اليمنية لإعلان محافظة الحديدة منطقة منكوبة. وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي قالت: واشنطن تحذر من مخاطر الألغام الحوثية في باب المندب. المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية حذر من مخاطر الألغام التي زرعتها الميليشيات الإنقلابية في مضيق باب المندب قرب مدخل ميناء المخا، وأضاف في تقرير صادر عنه أن الاعتداءات على السفن في المضيق خاصة التجارية منها تحفز جهات فاعلة أخرى على التدخل، مشيرا إلى أن البحرية الأمريكية ستتولى بالضرورة الدور القيادي في أي جهد يرمي إلى حماية حرية مرور السفن. التحذير الأمريكي أشار إلى أن إغلاق مثل هذا الممر المائي من شأنه أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمالية وأسعار النفط العالمية. سياسيا، قالت صحيفة القدس العربي إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بدأ جولة إقليمية جديدة بشأن الأزمة اليمنية، وذلك بزيارة إلى الكويت. وتعلق صحيفة القدس العربي إن وكالة الأنباء الكويتية لم تذكر ما إذا كان ولد الشيخ يحمل أفكارا جديدة لتطوير خريطة الطريق التي اقترحها للسلام في اليمن. وقال مصدر يمني مقرب من عملية السلام للقدس العربي إن ولد الشيخ يريد أن يتغلب على الرفض الحكومي لخطته التي قوبلت برفض قوي من الحكومة اليمنية عن طريق طرح فكرة بقاء الرئيس هادي في منصبه، ولكن لفترة محدودة يتم خلالها العمل على تطبيع الأوضاع والتهيئة للانتخابات. الحصانة التي منحت له وفق تسوية سياسية تضمن له عدم ملاحقته في الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء اليمن منذ توليه الحكم هي الأخرى لم يستغلها ليكون تائبا من كل ممارساته الدموية. هذا جزء من مقال كتبه فياض النعمان عن المخلوع صالح الذي حاول طويلا الاختباء وسط السلطة. وأضاف النعمان في مقال نشرته شبكة صوت الحرية: المتابع لكل خطابات ومواقف المخلوع صالح منذ أن خرج الشعب اليمني بثورة سلمية خلعته من كرسي السلطة وفق مبادرة إقليمية رعتها 10 دول كبرى في العالم عرفت بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تكشف جلها عن أن الرجل يهوى ويعشق السلطة حتى الجنون، وهو ما أفصح عنه عبر تصرفاته ومواقفه وتحالفاته المشبوهة مع أعداء الشعب اليمني والدولة اليمنية الحديثة التي ستقلم أظافر نظامه الفاسد الذي استمر في بنائه لأكثر من 3 عقود.
نشره لسموم القتل بفتح معسكرات القوات المسلحة والأمن لعصابات مارقة وتحالفه مع ميليشيات الموت الانقلابية التي أخرجها من كهوف مران لينقلب على الدولة، وتمويله الدؤوب لعصابات الإجرام في مناطق كثيرة من البلاد بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي، ودعمه المباشر لمجاميع متشردة لاستهداف دول الجوار في المنطقة، وإقلاق أمن الملاحة الدولية باستهداف السفن في المياه الإقليمية والممرات الدولية، تعزز أن المخلوع صالح يعيش حالة مرضية يصعب علاجها بالطرق الطبيعية، كون حالته وحياته السياسية منذ أن تولى سلطة الحكم في اليمن بدأها على نهر من الدماء لليمنيين، حتى عزز نظام حكمه بالقتل والتصفية والفساد الأخلاقي والسياسي والمالي. شبكة البي بي سي عنونت بخصوص مخاوف عالمية: كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وسقط 3 منها في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان بعد أن قطعت مسافة 1000 كيلومتر. وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن الصواريخ أطلقت من منطقة قريبة من الحدود مع الصين ولا يعرف نوعها، لكن الأمم المتحدة حظرت على كوريا الشمالية اختبار أي تكنولوجيا خاصة بالصواريخ أو نووية. وجاء في وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن سلطات كوريا الشمالية نصبت شاشات عملاقة في المنطقة ربما للتشويش على مراقبة الأقمار الاصطناعية. في أكثر الأخبار قراءة، عنونت صحيفة الأنباء الكويتية: مريض يعزف الجيتار أثناء عملية جراحية في الدماغ. وتقول التفاصيل: أخذ المريض بالعزف على الجيتار في منتصف عملية جراحية معقدة لإزالة ورم من دماغه، حيث بدأ بعزف أغنية شعبية في البرازيل. وقال المريض إنهم أخبروه بأن عليه الخضوع لعملية جراحية، وهناك طريقتان: الأولى هي التخدير الكامل أو الاستيقاظ خلال العملية، ولأن الخيار الثاني كان يوفر فرصة أكبر في النجاح قرر اختياره. وهنا جاءت فكرة الطبيب بأن يجعل المريض يعزف الجيتار خلال العملية، وشرح الطبيب أنها طريقة فعالة لاكتشاف أي خلل يمكن أن يرتكبوه خلال العملية، فإذا لم يستطع أن يعزف الأغنية فهذا سيعطيهم الفرصة لإعادة رسم خريطة المنطقة التي تتحكم بالحركة والكلام والإحساس في دماغه قبل فوات الأوان. تتابع الصحيفة: كما أن المريض تمكن من التحدث إلى زوجته عبر الهاتف في منتصف العملية وأخبرها بأنه يشعر وكأنه محارب. عالم أكثر خطراً يصنعه ترامب. تحت هذا العنوان كتب عاصم عبد الخالق مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في أجزاء من المقال: تثير القفزة المقترحة في ميزانية الدفاع الأمريكية قلقاً بالغاً، ليس لكونها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن لأنها تأتي في ظل شكوك قوية حول امتلاك إدارة الرئيس ترامب استراتيجية دفاعية واضحة ومتماسكة ترصد التحديات وتحدد التهديدات وتقرر الأهداف التي تسهم هذه الزيادة في تحقيقها. في غياب مثل هذه الرؤية الشاملة، لن يفيد ضخ مزيد من الأموال في الآلة العسكرية لكي تعود أمريكا عظيمة مرة أخرى كما يعد ترامب. الشعارات البراقة قد تجذب الناخبين، ولكنها لا تشكل استراتيجية دفاعية جادة وحقيقية. ولم يبالغ من اعتبر قرار ترامب دعوة لإطلاق سباق تسلح مع روسيا والصين، لأنه ليس من الطبيعي أن تزيد واشنطن ميزانيتها العسكرية 54 مليار دولار لكي تحارب داعش أو تتصدى للتهديدات المحتملة من إيران أو كوريا الشمالية. يضاف إلى ذلك المخاوف من تقليص برامج المعونة الخارجية، لا سيما في مجالات التنمية ومكافحة الأمراض والمجاعات. وقد تنبه إلى هذا الخطر 120 جنرالاً سابقاً حذروا في رسالة إلى الكونغرس من تداعيات هذا التطور على الأمن القومي الأمريكي، نظراً لما قد يترتب على غياب التمويل من تفجر أزمات سياسية وإنسانية وبالتالي أمنية في العديد من بؤر التوتر والصراعات في العالم. المدهش أن ترامب لم يستثمر تلك الأخطار والتهديدات لتسويق مشروعه لزيادة الإنفاق الدفاعي، رغم أنها تعزز من موقفه وتقدم مبررات مقنعة لتوجهه الجديد، ربما لأنه لا يرى حاجة للحديث عنها أو لعدم الوعي بها أو لرغبة متعجلة في استعراض القوة أو لكل ذلك معاً.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.